نجح المستشار مرتضى منصور في إعادة هيبة الزمالك من جديد بعد نجاحه في رئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، وأصبح درعا وسيفا للنادي ضد الظلم الذي كان يتعرض له لسنوات طويلة. فالمستشار الشجاع الذي لا يخشى أحد في الحق دافع بكل بسالة عن حقوق ناديه ليحصل النادي في عهده على أعلى عقد رعاية في تاريخ الزمالك، كما عادت مع مرتضى منصور شمس البطولات في كل الألعاب والتي غابت عن الزمالك في فترة ولاية ممدوح عباس، فعرف فريق الكرة طريق البطولات من جديد وفاز بالدوري بعد غياب أكثر من 10 سنوات وكأس مصر والسوبر المصري وتأهل لنهائي إفريقيا. وحقق الزمالك العديد من البطولات في مختلف الألعاب الأخرى الفردية والجماعية، وكان آخرها فوزه ببطولة إفريقيا لليد بعد تغلبه على منافسه اللدود الأهلي في المباراة النهائية. وعلى الصعيد الإنشائي حدث ولا حرج، فمع المستشار تحول نادي الزمالك من مستوى مراكز الشباب إلى مستوى أعرق الأندية المصرية، وأصبح يضاهي الأندية الكبرى الاجتماعية مثل الصيد وهليوبلس والجزيرة. مرتضى أحمد محمد منصور من مواليد 17 يونيو 1952، رجل ظاهرة وأسطورة، تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك في عهد رئاسة الدكتور كمال درويش، ثم تولى بعدها رئيس مجلس إدارة النادي. التحق مرتضى بكلية الحقوق وتفوق فيها، وكان أول مناصبه بعد التخرج من كلية الحقوق الالتحاق بسلك القضاء، وعين وكيل نيابة بمدينة الإسماعيلية. ولد مرتضى منصور بحي شبرا بالقاهرة وأصله من محافظة الدقهلية، ومتزوج وله ولدين وبنت. أحمد مرتضى منصور هو الابن الأكبر، يعمل محامي بمكتب والده. مارس مرتضى منصور الملاكمة في كلية الحقوق. ظهور مرتضى الحقيقي في الرياضة المصرية جاء من بوابة المحاماة بصفته محاميا عن أشهر الرياضيين وفي مقدمتهم محمود الجهري في القضية التي رفعها الجهري تعويضا من اتحاد الكرة بعد إقالته. في سبتمبر 92 ترشح مرتضى منصور لعضوية مجلس الإدارة في أول دورة له حاملا شعار ضد الفساد، حيث حظى مرتضى على شعبية لافتة من أعضاء النادي، وعرف النادي العريق انتخابات وصفت بأنها ماراثون طويل. ووصل مرتضى مسيرته في الزمالك نائبا ثم رئيسا للنادي بعد سنوات من الصمود والتحدي. لا يختلف اثنان على القفزة النوعية والتاريخية التي حول فيها مرتضى منصور الزمالك إلى نادي الهوانم والبهوات بعدما سطر مجدا حقيقيا يتباهى بها كل أعضاء الجمعية العمومية للزمالك. الآن مرتضى منصور يراهن على وعي الجمعية العمومية ويطالبهم بانتخاب قائمته بالكامل في الانتخابات التي تجرى يومي الخميس والجمعة، ليس من أجل مرتضى منصور ولكن من أجل أن تستمر سلسلة ومسيرة الإنجازات في الزمالك. وقد راهن مرتضى مرارا وتكرارا على وعي الجمعية العمومية للزمالك، وفي كل المرات كانت الجمعية تنتصر لرغبته وتلبي ندائه.